السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة عندي برد شديد جدا 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 ومش قادر اقولكم بصراحة. النهاردة انا طالع بالعافية علشان كل الناس بتفضل تكلمني وتقول لي يا دودي النهاردة هتتكلم على ايه. النهاردة هنتكلم على غضب علي معلول بسبب محمد هاني وانفراد جميل جدا 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 من ابراهيم فايق على اتحاد الكورة، وهنتكلم في كل شيء وصفقة مداوية يقترب منها نادي الزمالك علشان ما جالهاش عرض خليجي، وتجديدات بعض اللعيبة اللي لسه ما جددتش لحد دلوقتي بالنسبة للنادي الأهلي. هنتكلم في كل ده في حلقة اليوم. بس قبل ما نخش على الفيديو ونعمل شير للقناة ونفعل الجرس ونوصل الفيديو إلى 5000 لايك، بنجح بيكم دعواتكم بإذن الله تعالى، أكون دايما عند حسن ظنكم. اللهم صلي وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وهنقول بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارحم شهداء فلسطين واليمن والصين والسودان يا رب العالمين، وتوب علينا يا رب انك انت التواب الرحيم في الشهر الكريم. وهنقول بسم الله الرحمن الرحيم. النادي الاهلي والراحه السلبيه مستمره حتى الجمعه القادمه بقرار من مارسيل كولر، وطبعا زي ما حضراتكم عارفين هنا راحه سلبيه، والناحيه الثانيه نادي الزمالك بيتمرن استعدادا للقاء الكونفدراليه اللي هتكون امام فيوتشر اف سي في دور الثمانيه، وهيكون لقاء فعلا من العيار الثقيل بمعنى الكلمه. لكن النادي الاهلي بنتكلم النهارده وبنقول ان مارسيل كولر زي ما قلت لحضراتكم في اخر فترات النادي الاهلي قدر ينزل بقى شغل عقوبات واللعيبه كلها بتاخد مستحقاتها وكل الكلام ده، لكن مارسيل كولر قال لك هزود حته العقوبه علشان اللعيبه كلها تكون ملتزمه، يكون اللعيبه كلها رجاله بمعنى الكلمه قبل لقاء سيمبا التنزاني اللي هيكون لقاء فعلا من العيار الثقيل في دور الثمانيه. بنتمنى فوز النادي الاهلي امام سيمبا، ومدير فني نادي سيمبا التنزاني بيقول لك النادي الاهلي ما فيش عنده الكلام ده، النادي الاهلي احنا واخدين الماتش ده كبطوله بمعنى الكلمه، يعني لو كسب النادي الاهلي خلاص يعني خد بطوله امم افريقيا. لكن بمعنى الكلمه مارسيل كولر مش هيهني حد على اي حاجه، والنادي الاهلي سيبدا تمارينه بقوه يوم الجمعه القادمه الساعه 10 مساء في ملعب مختار التتش بالجزيره. محمد هاني وتجديده 3 سنين، ومحمد هاني بسم الله ما شاء الله يصل للمباراه ال 300 علشان يعمل رقم قياسي جدا جدا. محمد هاني من اللعيبه كويسه جدا، من باكات رايت المحترمين اللي قدر فعلا يثبت نفسه، وكان بيلعب قدام مين؟ كان بيلعب من احسن باكات ليفت في العالم مع النادي الاهلي بايرن ميونخ الالماني، مع النادي الاهلي وريال مدريد في كاس العالم للانديه، مع كل الفرق الكويسه جدا 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 اللي طبعا امكانيات عاليه جدا. محمد هاني اللي قدر يعمل مستوى طيب جدا وماشي في مستوى ثابت، ومارسيل كولر طلب من اداره النادي الاهلي قبل ما يمشي تجديد محمد هاني 3 سنين كل سنه ب 15 مليون، يعني بسم الله ما شاء الله كده هتقف بس عند حته حسبان المشاركه اللي خلاص الراجل مش هيعدي اكتر من 308 مباراه، واثبت فعلا وجوده وثبت نفسه زي ما قلت لحضراتكم. وانا شايف ان محمد هاني لعيب كبير جدا 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 جدا، وبنتمنى له كل التوفيق الفتره اللي جايه محمد هاني. يا كابتن دودي، اما بالنسبه لعلي معلول، علي معلول يا جماعه بيدي مهله للنادي الاهلي عشان يفكر، عشان علي معلول عايز يجدد 3 سنين. يا عم علي، طب نقول سنه نقول ماشي، نقول سنه ونص نقول ماشي، لكن 3 سنين انت يا دوب هتعمل سبرنتين ثلاثه وشكرا ليك وشكرا للتحيه، رغم ان انت اديت للنادي الاهلي كل شيء. النادي الاهلي عملت له كل الانجازات وكل التاريخ وكل القيم والمبادئ والاحترام والتالق والابداع علي معلول، وعلي عايز يجدد 3 سنين زي محمد هاني، وكان حاصل فيه دروب خفيف اللي الراجل علي معلول بيتكلم في حته غريبه جدا جدا جدا. علي معلول بيتكلم قال لك طب ليه باقي اللعيبه تجدد 3 سنين وانا ما جددتش 3 سنين، وحته طرطيش الكلام اللي طبعا زي ما حضراتكم عارفين، وبنطلع السوشيال ميديا بنتكلم وبنهجص وبنقول وبنميس، طبعا حاجات كده بنسمعها غريبه جدا جدا يا جماعه. وعلي معلول على قد لحافك مد رجليك، انت لعيب كبير جدا، امكانياتك عاليه، تالقك ابداعك، النادي الاهلي اداله مهله قال له احنا هنجدد لك سنه، وعلي معلول رد عليه قال له يا كابتن لا انا عايز اجدد 3 سنين، ده خد وقت عشان يفكر وده خد وقت عشان يفكر. والنادي الاهلي هيرد على علي معلول هل هتقدر على سنه ام لا،
في حتت خليجيه، ربنا يوفقك واتكل على الله، بعد عقدك ما ينتهي ونقول لك الف مليون شكر، وانت اديت كل شيء للنادي الاهلي بصراحه، وانت راجل محترم وراجل اخلاق وراجل عندك كل شيء يخص النادي الاهلي. وانا بقول لك ان علي معلول مش هيوافق الا بال3 سنين، لكن لسه النادي الاهلي مش هيرد عليه في خلال هيرد عليه في خلال الساعات اللي جايه. ابراهيم فايق وتصريحاته الناريه، ابراهيم فايق وتصريحاته الناريه مع كابتن جمال علام، بيقول تصريحاته بالامس بيقول يا جماعه النادي الاهلي النادي الاهلي في نهائي كاس مصر امام الزمالك دخل النادي الاهلي بجمله مفيده. لا يا كابتن ابراهيم، احنا بنتكلم دلوقتي في نقطه معينه، بنتكلم على موضوع ابراهيم احمد رفعت، اللي بنتكلم على التجهيز الطبي اللي كان المفروض يتجاب من اتحاد المصري لكره القدم. قال لك لا، هو انا فرض عليا كاتحاد كوره اجيب كل الاجهزه الطبيه اللي على مستوى مصر كلها في كل انديه احطها. اه طبعا، انت راجل واخد 2 مليون دولار من مين؟ من كابتن تركي الشيخ لاتحاد الكوره، يعني على الاقل لما تجيب لك كل جهاز مش هيعمل له 20 30 الف جنيه، يعني حاجه بسيطه جدا جدا اللي انت تقدر تطمن عليه، تقدر تقيس اللعيبه كلها. احمد رفعت كان، محمد صلاح كان بصراحه عنده حته فخر جميله جدا جدا جدا، كان جايب دكاتره من بره وجهاز طبي على اعلى مستوى عشان احمد رفعت، لكن حاجه تكسب جدا جدا. وابراهيم فايق فعلا اتكلم على كابتن جمال علام بالشكل الجميل ده وقال له لا، 20,000 جنيه يا كابتن مش اي حاجه، او دول بالنسبه اي كلام في اي كلام، لكن بصراحه لازم الجهاز اللي هو الطبي ده اللي هو يشوف الدنيا هتبقى ماشيه ازاي بالنسبه او بالاخص للعيبه دي، علشان نقدر نطمن على كل حاله اللعيبه اللي ما تجيلهاش سكته قلبيه، ما تجيلهاش وقعه مره واحده، ما يجيلهاش شلل، ما يجيلهاش اي شيء داخل اي نادي يخص الدوري المصري. ودي مسؤوليه كبيره جدا 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 من المتالق المبدع ابراهيم فايق على تصريحاته لكابتن جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكره القدم. صفقه محترمه جدا 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 معروضه على نادي الزمالك، وهو مبالولو النجم الانجولي صاحب التالق والابداع وصاحب روح 30 سنه اللي فعلا نادي الزمالك يقترب منه بشكل رسمي فهم نظمي، والراجل ما لقاش فيه عروض خليجيه، قال لك بقى الزمالك بيفوضني، وانا لما اجي العب في نادي الزمالك نادي جماهيري، نادي بطولات، نادي انجازات، نادي تاريخ، وهيكون صفقه فعلا صفقه محترمه جدا 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 لو قدر يخلص معاها كابتن احمد سليمان، يتواصل مع مسؤول اتحاد اسكندري اللي هو رئيس نادي الاتحاد، مش هيتكلم بقى مع اي مسؤول، ده هيتكلم مع رئيس اتحاد رئيس اتحاد الاسكندري كابتن محمد مصلحي، اللي ان شاء الله باذن الله في مؤكده بنسبه 75-80% ما بلوله، وهتكون صفقه محترمه جدا جدا جدا، وهتليق بالكره الزملكاويه، وهتليق بالكره الانجوليه، وهتليق بالدودي سبورت ذات نفسه. بصراحه صفقه محترمه جدا، وفعلا فرود هجام، فعلا مهاجم محطه، فعلا قناص بيخطف من اي شيء، هداف بمعنى الكلمه، وهو ده اللي اتقال عليه مهاجم بمعنى الكلمه، علشان كده الزمالك يقترب من مبالولو لاعب الاتحاد الاسكندري. كده باذن الله تعالى اكون وصلت حلقتي، بتمنى من الله تكون الحلقه عجبتكم، ما بنعرف معكم نعمل اشتراك للقناه ونفعل الجرس ونوصل الفيديو باذن الرحمن الى 5000 لايك، بنجح بيكم دعواتكم، وباذن الله تعالى كنت دايما عند حسن لكم، انتظروني في كل يوم فيديو جديد من ملعب الدودي سبورت، بشكركم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.